لكن احنا محترم. بنتابع دلوقتي مع حضرتك مع السادة المشاهدين هذا التقرير، يعني على الشاشة دلوقتي بيشوف وبيرصد الخسائر للاقتصاد التركي الداخلي منذ بداية الغزو والعدوان التركي على الشمال السوري، طبعا نقلا عن جريدة الأحوال التركية كما تشاهدون الآن مباشرة مشاهدينا على الشاشة. إذا يعني دكتور أيمن، أريد أن أستفيض معك بالحديث أكثر عن الوضع الداخلي التركي. يعني نحن نتحدث عن زيادة نسبة البطالة، ونحن نتحدث عن غلاء الأسعار، وليس هو مجرد غلاء ولكن هو بنسب مرتفعة جدا وعالية جدا، بدليل يعني بعض التقارير اللي احنا شفناها وعرضناها قبل كده من المواطنين الأتراك. نحن نتحدث عن الدين الخارجي المرتفع بشكل كبير، أعلى دولة في العالم من حيث الدين الخارجي مقارنة بالدخل، تركيا رقم بالزبط. واحد في العالم. ده بالنسبة للاقتصاد. نحن نتحدث أيضا عن قمع الحريات الملحوظ، يعني حدث ولا حرج، من التنكيل والقمع للحريات والدكتاتورية التي تمارس بشكل أو بآخر للصحفيين والإعلاميين وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة إلى آخره. صحيح. إذن الحالة الداخلية في تركيا ربما تقول بأن أي حاكم طبيعي ربما ينشغل بالوضع الداخلي. صحيح. المتأزم داخل المشهد التركي. صحيح. ولكن نحن نتحدث، هو بلسانه يعني قال أنا شخص استثنائي، ولكن هو استثناء بشكل آخر، يعني ربما يعني نتركه إلى أطباء النفس والعقل بشكل كبير، لكن إحنا بنتكلم في أنه هرب من هذا الوضع المأساوي الداخلي في المشهد التركي وبدأ العدوان في الشمال السوري. الربط ما بين الوضع الداخلي التركي المتأزم بالفعل اقتصاديا وإنسانيا، وأيضا هذا العدوان الذي يمارس من قبل تركيا تجاه سوريا. طبعا يعني فكرة، يعني بحييك على فكرة الربط ما بين اللي بيحصل جوه ومحاولته التمدد للخارج. أولا هو بشايف أو تقديره أو تقدير حزبه أن التوسع في الخارج أولا قد يلهي المعارضة، بل ويجبر المعارضة على تأييد هذه العملية. لماذا؟ لأن عندما تكون الدولة في يعني معركة خارجية الطبيعي أنه بيحصل اصطفاف داخلي، فهو توقع أن يحدث ذلك من المعارضة في الداخل، رقم واحد. رقم اثنين، لا ننسى أن حزب أردوغان يحكم ومعه حزب القوميين الأتراك، حزب دولة بهجلي، وهذا هو حزب قومي شديد التطرف وشديد التشدد، وبالتالي العدوان للخارج يرضي حلفائه الموجودين في الحكومة. النقطة الثالثة، معروف في نظرية في السياسة وهي نظرية يعني رائجة لكنها ليست نظرية صحيحة، وهي فكرة الهروب للخارج. عندما يكون حد عنده مشكلة في الداخل بيهرب إلى مشكلة خارجية. أعتقد الثلاث عوامل دول هم اللي دفعوا أردوغان أن يقوم بهذه المقامرة أو المغامرة الخارجية. لكن السؤال، هل ما أراده أردوغان سوف يتم بالفعل؟ أنا في اعتقادي ربما يتحول الشمال السوري إلى مصيدة أو إلى مستنقع لتركيا. لماذا؟ أولا فخ تقصد؟ فخ. لماذا؟ أولا تلت الشعب التركي كردي، تلت الشعب التركي من أصول كردية. عندنا 6 مليون كردي موجودين في سوريا، عندنا حوالي 7 مليون كردي موجودين في العراق، بالإضافة لآخرين موجودين في إيران وفي أرمينيا وفي غيرها. عندما يقوم أردوغان بقتل الأكراد السوريين، ماذا يتوقع من تلت الشعب التركي؟ هل يتعاطف معه؟ بالتأكيد لا. إذن هو يخسر هؤلاء ويخسر كل الأكراد الموجودين في هذه المنطقة. طيب، عندما يحاول أن يحتل أراضي من دولة ذات سيادة مثل سوريا، هل الدولة مجاورة تعلم أن هناك أطماع في أراضيها مثل العراق من قبل أردوغان، هل ستكون مرتاحة لهذا الوضع؟ الأمين العام لجامعة الدول العربية تحدث أن مسؤولين عراقيين تحدثوا معه عن رؤيتهم لأن معسكر بعشيقة اللي هو معسكر تركي موجود في شمال العراق بيتم تعزيزه وإرسال قوات إليه بشكل كبير للغاية، وهذا بشكل قلق كبير جدا للحكومة العراقية في الوقت الحالي، وبالتالي هو بيزيد مساحة الأعداء. إذن نحن أمام رئيس حول دولة من صفر أعداء إلى دولة صفر أصدقاء.